السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دائما في سلسلة دروس بي اش بي من البداية إلى الانحراف، وصلنا إلى الإعادات أو لوب أي، يعني بي اش بي لوب. وعلى إذا بي اش بي لوبس يعني الإعادات باستعمال بي اش بي. أول الإعادات أحبائي الكرام هي وايل، كلما كان الشرط. وايل هي كلما كان. إذا تخيل عندي أحد المتغيرات مثلا اي تساوي صفر، إذا كلما كان، تخيل أريد أن أنشر النتائج من صفر إلى خمسة، صفر واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة، إذا سأقول له وايل كلما كان اي أصغر من أو يساوي خمسة سأدخل إلى هذا الحيز عادي. فوالا، إذا وايل، إذا اي يساوي صفر سأدخل هنا، يعني اي صفر أصغر من أو يساوي خمسة، إذا سأدخل، إذا ايكو فوالا، ثم سأقوم بنشر النتائج بي فوالا، ثم اي نعم فاصلة منقوطة، وأعيد وأعطي قيمة لـ اي مثلا اي بلس بلس. فوالا، إذا اي تساوي صفر، اي أصغر من يساوي خمسة، سأدخل هنا، سأنشر قيمة صفر، إذا اي ستصبح هي واحد، سأرجع هنا، واحد أصغر من أو يساوي خمسة، سأدخل، إذا سأنشر واحد، اي ستصبح هي اثنان، هل اثنان أصغر من يساوي خمسة؟ نعم سأدخل، ستصبح اثنان، ثم اي تساوي ثلاثة، إذا سأدخل، إلى حين أن تصبح اي تساوي خمسة سأدخل، وسأنشر قيمة اي خمسة، عندما اي ستصبح يساوي ستة، إذا هل ستة أصغر من يساوي خمسة؟ لا، إذا سأخرج، وبالتالي هنا سأقوم بنشر القيم واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة، إذا voilà value مثلا دوت تساوي اي. اذا ساسجل واذهب الى هذا الملف، voilà هذا الملف، اذا value صفر واحد اثنان ثلاثة أربعة، ثم هنا خمسة كآخر قيمة. نعم voilà، هذا while. اذا while نستعمله عندما لا نعرف عدد الاعادات، كم سيكون عندنا من إعادة، ذلك نستعمل while. كلما كانت الشرط صحيح سندخل. هناك شيء آخر وهو do while. do while يعني do while هي repeat بلغات برمجة أخرى، ودو while أننا ندخل على الأقل مرة، أما في while هناك احتمال لا ندخل إلى هذا الحيز، و إما سندخل إما لن ندخل حسب الشرط. أما دو وايل فهذا يعطينا دخول حصري لي ولو مرة واحدة لهذا البوكل. إذا هنا دو وايل، إذا سنجعل هنا كنترول إكس، ثم سنذهب هنا، ثم فاصلة منقوطة، إذا الإعادة الوحيدة التي تحتفظ بفاصلة منقوطة دو دو. إذا اي تساوي صفر سأنشر صفر، خمسة وايل خمسة أصغر من أو يساوي خمسة، عندما تكون ستة، ستة ليست بأصغر من أو يساوي خمسة، وبالتالي سنخرج من الإعادة، إذا ستكون نفس النتيجة. إذا هنا لكي أنا أفتقد أربعة، إذا سيكون عندي من صفر إلى إلى أربعة. إذا يا بسم الله سأقوم بالتحيين، لاحظ صفر حتى هذه المرة، صفر حتى أربعة، لأنني وصلت حتى أربعة. إذا استعملت إي أصغر قطعا من خمسة ماذا سيقع؟ ولا يعني صفر ستصبح واحد، واحد أصغر من يساوي خمسة سأعاود ستصبح واحد، اثنان، اثنان أصغر من يساوي أربعة أدخل، ثلاثة، ثلاثة أصغر من أربعة ثلاثة، أما أربعة ليست أصغر من يساوي أربعة، وبالتالي ستكون النتيجة حتما حتى ثلاثة فقط. إذا استعملت قطعا كنترول سي وعليد حتى ثلاثة قطعا. إذا هذا كل ما يتعلق دو وايل. إذا عندنا دو وايل ووايل أكولاد مفتوحة أكولاد مسدودة، ثم
التمرين الكلاسيكي أو البوك الكلاسيكي عندما نعرف عدد المرات التي سنقوم ببرمجتها هنا فور. إذا لاحظ عندما نستعمل إن شاء الله فور، يا بسم الله فور بين قوسين، إذا دائما لامة مفتوحة لامة مسدودة، لا يجب أن نفعل فاصلة منقوطة هنا، لا لا. إذا دو وايل الوحيدة التي تحتوي على فاصلة منقوطة، وبالتالي سأحدد أحد المتغيرات اي تساوي صفر كلونجاج سي. أحبائي الكرام، اي مثلا أصغر من أو يساوي 5، سأبتدئ مثلا من 1، فوالا، وأقف يساوي 5، سأنشر النتائج من 1 إلى 4 مثلا، من 1 إلى 4، 1 4، فوالا. ثم هنا اي بلاس، ثم يمكننا ان ننشر مثلا قيمة، اذا لا داعي لجعل اي بلس بلس لاننا برمجناها هنا. اذا هنا ايكو، ثم كذلك باراغراف بي، باراغراف بي، ثم هنا فاصلة منقوطة، ثم فاليو، كما فعلنا فاليو يساوي تيز اي. إذا كنترول سي، استسمح هنا، هنا إذا كنترول اس هنا، إعادة التحيين. لاحظ 1 أول قيمة هي 1، أدخل 1 أصغر من يساوي 14، أدخل، ستصبح اي تساوي 2، نعم 2 أصغر من يساوي 14، أدخل، ستصبح 3، 3 أصغر من يساوي 4، أدخل، ستصبح 4، 4 أصغر من يساوي 4، سأدخل، وبالتالي النتائج من 1 إلى 4. يمكننا استعمال آخر شيء، واستعمال إذا أنتم تبرمجون ب